فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا مقيم في الرياض وأذهب كل شهر مرتين لأجل العمرة، فهل فعلي هذا مطابق للسنة أم أن فيه نهي من أهل العلم؟ ما فيه نهي، بل فيه ترغيب من الرسول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمر، ما في بأس، كل ما أكثرت من العمر فهو أفضل، عمل صالح، الحمد لله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.